سمعت كتب نفسكم لزياره مدنيه لمنطقه مصر القديمه. اول حاجه في الزياره بتاعتنا ان احنا دخلنا دلوقتي وعدينا سور، تمام؟ والسور دوت مش خاص بس بكنيسه ملك جرجس، لا ده خاص بالدير. يعني احنا دلوقتي قدام كنيسه والمسطح الكبير ورانا دوت عباره عن دير. الدير دوت فيه سكن للراهبات، عشان كده بيطلبوا للشباب اللي بيخش، تمام، ان هو يوطي صوته لان في ناس قاعده وفي المكان هنا. وفي كمان هتلاقي في الظهر اهوت في مقابر، وفي كمان كنيسه في وسط المقابر هنعدي عليها. فبالتالي دي منطقه مؤمنه تحت مسمى دير، واحنا من اشهر الاديره اللي احنا درسناها وشفناها كان دير سانت كاترين، تمام كده اهوت. بس احنا مش قادرين نسافر لسانت كاترين، طبعا اتمنى ان يبقى في زياره ميدانيه لقسم العماره ونسافر سانت كاترين. لكن اديك دخلت اهوت الدير عشان تشوف دير معناه ايه. زي ما انت شايف في سور حوالين المكان، السور ده ليه بوابات، تمام، والمكان ده الاصل فيه ان هو كان زمان بعيد شويه عن المجتمع العمراني، فمعنى ان المجتمع العمراني زحف وبقى حواليه، ده يعتبر حاله خاصه، تمام كده يا شباب. لكن الاصل في الموضوع ان الدير المفروض بعيد عن المجتمع العمراني عشان خاطر الرهبان او الراهبات اللي موجوده في المكان تبقى يعني ايه تقعد بعيد عن المجتمع العمراني، فما تحتكش بيه، تقدر ان هي تنفرد بالعباده، ما تبقاش هي الناس حواليها رايحه جايه. ومع ذلك هنا في عندنا راهبات وفي نفس الوقت هم متقبلين الناس اللي هم بيجوا عشان يتعلموا. زي بالظبط دير سانت كاترين، ما الرهبان الموجودين هناك بيستقبلوا السياح وبيستقبلوا كمان الطلاب عشان يقولوا لهم المعلومات ويعلموهم الى اخره يعني. طيب ارجع بص بقى كده اهوت لكنيسه ماري جرجس. وكنيسه ماري جرجس مصنفه ان هي كنيسه اللي هي مصممه على شكل سيركل او دايره، الوحيده الموجوده عندنا في مصر، تمام كده اهوت. هقول تاني، كنيسه ماري جرجس تعتبر مصنفه ان هي كنيسه وحيده موجوده في مصر محلوله بشكل دايره، تمام، فتعتبر كنيسه فريده من نوعها. وزي ما انت شايف الكنيسه عشان احنا نطلع لها طلعنا سلالم كتيره قوي، ولما طلع سلالم كتيره قوي ما وقفناش، لحس حتى كمان سلالم اكتر. انت هتطلع دلوقتي في سلم شرفي وقدامك لا تخش يمين لا شمال، يعني بص هي موجوده على تبه عاليه على مكان مرتفع. طيب وزي ما الكنيسه معلقه اسمها معلقه عشان هي الارض بتاعتها الحقيقيه مش هي الارض اللي اتبنت عليها، يعني في بينها من الارض اللي هي اللي واقف عليها والارض اللي هي التربه مسافه كبيره، عشان كده اسمها معلقه، ان انت واقف مش على الارض الحقيقيه، تمام. هي متعلقه على تمام تو تاورز، على برجين بالشكل ده اهو. او نفس الكلام كنيسه ماري جرجس، كنيسه ماري جرجس متعلقه على برج واحد بس، يعني الاصل في الموضوع ان ده كان حصن، وحصن اسمه حصن بابليون او حصن بابل، تمام كده اهوت. حصن بابليون ده اللي كان قاعدين فيه الرومان، وكان عباره عن سور ومكان عسكري، يعني الجيش كان بيقعد اهوت بيحتمي في المكان زي القلعه الحربيه، تمام. ولما الرومان مشيوا اوكي بداوا بقى الناس تفكر، قالوا طب خلاص نستغل الاستراكشر سيستم القوي جدا ده اللي هو الحصن المبني بالحجاره ده ونبني فوقيه، تمام، الكنيسه اللي هي كنيسه ماري جرجس. نفس الكلام هناك في كنيسه معلقه هتلاقي حصنين، يعني منطقتين مؤمنتين كانهم بيل تاور، تمام، اكنهم تاورز، وعليهم بقى الارضيه بتاعت الكنيسه المعلقه، تمام، وبعد وفي الارضيه فوقيها طبعا المبنى اللي هو بتاع الكنيسه نفسه. فاعتبر ان ديت مبنيه على حصن، كنيسه ماري جرجس مبنيه على حصن، وفي نفس الوقت برضه كنيسه معلقه مبنيه على حصنين. يبقى الاصل في المكان هنا اللي هو الحصن القديم اللي هو العسكري. وهنشوف الاثر بتاع الحصن دوت واحنا ماشيين. هتلاقي في واحنا ماشيين عند المتحف القبطي ما تبقى من الحصن وما تبقى من الحجر وما تبقى من الفكر العسكري اللي هو الاسوار والسور الضخم اللي هو هنشوفه محروق على شكل سيركل ومحروق على شكل لاينز. فده هنشوفه ان شاء الله واحنا رايحين هناك. عايزين بس نفتكر مع بعض، تمام؟ لما نيجي نعمل مقارنه عشان السؤال ده بيجي في امتحان ما بين الامبراطوريه الشرقيه والامبراطوريه الغربيه. لو انا قلت لك في امتحان قارن بين الامبراطوريه الشرقيه والامبراطوريه الغربيه، تمام، او قارن بين الفكر البازيليكا والفكر البيزنطي. طيب نجاوب بقى على السؤال. اول حاجه بقى اعمل مقارنه بين الامبراطوريه الشرقيه والامبراطوريه الغربيه. الفكر، تمام، المعماري الموجود في الامبراطوريه الشرقيه اسمه ايه؟ افتكر كده اهوت، اسمه بازيليكا ولا بيزنطي؟ في الامبراطوريه الشرقيه بيزنطي، تمام كده اهوت. والغربي اسمه ايه؟ بازيليكا، صح؟ واحنا قلنا البازيليكا اصلها اساسا جاي من مبنى البازيليكا في الحضاره الرومانيه، صح؟ اللي هو كان مبنى عام بابليك، مبنى كان بيخدم الناس وكان بيستعمل في وقت الاوقات صح للقضاء، واتعمل له ريديزاين وبقى هو مكان الكنيسه، وكتير من الكنائس اتبنت على غرار الفكر البازيليكا. الامبراطوريه الشرقيه لا. الامبراطوريه الشرقيه مبنيه على الفكر البيزنطي. طيب هنكمل بقى، لما اجي اعمل مقارنه بين برضو ده وده شرق وغرب، السقف في الامبراطوريه الشرقيه، سقف الفكر البيزنطي كان مغطى بايه؟ كان مغطى بدوم او قبه، اهو بالظبط اهو، بصوا كده، ده تطبيق للفكر الشرقي، ده تطبيق للفكر البيزنطي، ان انا لما اجي ابص في السقف الاقيها متغطيه بقبه، القبه دي جايز تكون مصنوعه من الحجر وجايز تكون مصنوعه من الطوب، تمام كده اهوت.
لما اجي بقى اكمل المقارنه واشوف الناحيه الثانيه اللي هو في الفكر الغربي، هلاقي ان البازيليكا متغطيه دايما بالخشب زي ايه، زي الوشينا كده. طبعا الوشينا ده مش خشب، ده طبعا صاج معرج، بس يعني في ميول شبه بالظبط فلات تيمبر او شبه بالظبط الجملون. تمام كده يا جماعه؟ يبقى انا هقدر برضو اميز انا في الامبراطوريه الشرقيه ولا في الغربيه بيزنطي ولا بازيليكا من سقف الايه، من سقف المبنى. لقيتها قبه تبقى شرقي، لقيتها سقف خشب مايل يبقى كده غربي. برضو هنكمل المقارنه، هتلاقي الامبراطوريه الشرقيه ليها عاصمه، عاصمه الامبراطوريه الشرقيه ايه؟ افتكر كده، بيزنطه اللي هي اسطنبول، مش كده اهوت، اللي هي برضو روما الجديده اللي هي مدينه الاستانه، اللي هي روما الجديده هي السبع تلال، ليها مسميات كتيره قوي. تمام، اللي هي اسطنبول تمام، والعاصمه بتاعت الامبراطوريه الغربيه كانت روما، مش كده اهوت. تمام، طيب احنا قلنا عاصمه الامبراطوريه الشرقيه اللي هي ايه؟ اللي هي اسطنبول. تمام، وقلنا اللغه بقى السائده الموجوده عندنا في الامبراطوريه الشرقيه كانت لغه ايه؟ يونانيه، صح؟ وقلنا في الامبراطوريه الغربيه كانت لغه ايه؟ لاتينيه. هتلاحظ ان هو علم اليونان موجود، بص كده علم مصر وعلم اليونان، وهتلاحظ التكتل الشرقي متاثر قوي باليونان، وان اللغه اللي كانت سائده وقتها تمام لكثير من الناس في الناحيه الشرقيه كانت اللغه اليونانيه، وهتلاقي في كثير من الناس الرهبان برضو يونانيين بيجوا مصر عشان يترهبنوا. فعشان كده هتلاقي يعني ايه مصر نقطه جذب، وهتلاقي يونانيين كتير فيها بسبب ان اليونان كانت مركز ثقل في الامبراطوريه الايه الشرقيه. طبعا لما اجي بكمل مقارنه بتكلم كمان عن المذهب الفكري. تمام، ان عندنا في الامبراطوريه الشرقيه كان التوجه العقائدي كان ايه، حد فاكر؟ ارثوذكس ولا كاثوليك؟ كان ارثوذكس. عشان كده هتلاقي الكنيسه مال جرجس ارثوذكسيه، وهتلاقي الامبراطوريه الغربيه في روما كانت كاثوليك. وده مش معنى كده ان مفيش في مصر كاثوليك، لا، في بعض الكنائس القليله اللي هي كاثوليك، بس معظم الكنائس اللي في مصر ارثوذكس، على عكس بقى الفكر الغربي. الفكر الغربي هتلاقيه معظمه ايه؟ كاثوليك. اخر حاجه بنعمل فيها المقارنه بعد ما اتكلمنا على اللغه والعاصمه واتكلمنا على المذهب الفكري، هتلاقي برضو الكبير اللي موجود عندنا في الشرق وفي الغرب. قلنا في الغرب البابا، وفي الشرق كان اسمه بطريرك. برضو اقدر اتكلم عن الماتيريالز، الماتيريالز اللي موجوده عندي في الامبراطوريه الشرقيه عندي حجر وعندي طوب. اما الامبراطوريه الغربيه هتلاقي الفكر الشائع، الماتيريال الشائع كان خشب عشان عندهم غابات. تمام كده اهوت. طيب قبل ما نطلع بقى فوق هنخش الاول تحت. تحت ده عباره عن متحف، ليه مدخل وليه مخرج، هتتفرج كده اهوت على شويه معروضات. تمام، وهتنزل في مغاره، بس هننزل كده ايه 2 2 3 3 وهشوف كده سيناريو انت مش متخيله. اوكي يلا نبدا، اتفضل. واحده واحده بقى. اتفضل.